Amphibians, they are small animals that live on land and in water, such as يعني مس amphibians قال لك amphibians يعني البر مائيات يعني كائن حي صغنطوط كده بيعيش في المية وعلى الأرض آه زي مثلا مين قال لك زي الفرز وزي التودز Will salamanders. يبقى the amphibians. They are small animals that live on land and in water. بيقدر يعيش في الاتنين. يشعل الأرض ويفل الماء. همم. زي مين مثلاً كده؟ أقولك like, such as frogs, toads, salamanders. Frogs, toads, salamanders. They can live in moist, moist environments like rainforests, water streams, and ponds. يعني بيقول لك بس إذا الانثيبيانس دي بتتميز إنها بتعيش في بيئة غطيبة، بيئة فيها مياه, moist environments, moist environments like rain forests زي الغابات المطيرة الغابات اللي بيحصل فيها مطر كتير و water streams كمان في مجرى الماء يعني مية كده شوية مية موجودة كده فتلاقي الفوركس دي موجودة حواليها كمان موجودة في البونز اللي هي البرك البرك برضو بتبقى عبارة عن شوية مية كده وحواليها في أرض فالأمفيبيانس they are small animals that live on land and in water البيئة بتاعتها اللي هي بتعيش فيها بتتميز ان هي مويست يعني بيئة رطبة يعني زي مين مثلا زي rain forests والwater streams and بونز. يقولك لك بقى الانفيبيان سرعت شطرة وي لايك like هيومنز ايه ده يا ميس شبه الانسان طب في ايه يعني قال لك ادلت انفيبيان الكبار كان بريز يوزنج lungs يعني بيقول لك اوبا دي تقدر تتنفس زيها زي الانسان حطيتي راسك راس الانسان يا انفيبيان ايوه عندها two lungs عندها lungs بتقدر تتنفس منهم هي when they are on land لما تكون موجوده على الارض يبقى تاني amphibians like humans adult amphibians can breathe using lungs when they are on land but amphibians can also take in oxygen from water وكمان خد خد اقول لك كمان الامفيبيانز تقدر تاخد الاكسجين من الووتر هل يا ترى برضه باللونس؟ قال لك لا طبعا امال عن طريق ايه هقول لك كمان شويه انه عن طريق حاجه اسمها السكن الجلد ايه ده يا ميس الامفيبيانز بتتنفس من جلدها أيوة يا سيدي لما تكون موجودة في الووتر في المية خلاص طيب تعالى بقى نشوف الموضوع ده دلوقتي حالا بيقول لك structural adaptation of amphibians to live in wet environments يعني بيقول لك ايه ال structural adaptation الموجودة عند ال amphibians اللي بيساعدنا ان تقدر تعيش في البيئة الرطبة اللي بيكون غالبا فيها ووتر طبعا طيب ازاي they are like amphibians breathe in through their lungs and skin to adapt to live on land and in water as follows يعني بيقول لك ان الامفيبيانس عندها المقدره انها تعيش على الارض on land عندها المقدره هي live on land and in water عندها المقدره تعيش على الارض وفي الميه اه يبقى عندها المقدره تعيش على الارض وفي الميه يبقى اكيد عندها حاجات تساعدها تقدر تتنفس وهي موجوده على الارض وتقدر تتنفس وهي موجوده في الميه ازاي بقى قال لك وهي موجوده اون لاند على الارض بريز يوزنج لونجز بتستخدم اللونجز عشان تقدر تتنفس hey in water يوزز سكان بتستخدم السكن عشان تقدر ايه بريز تتنفس بيقول لك ايه بريز ان ثرو لونجز الأمفيبيانس بتتنفس وبتستخدم اللنقس إمتى؟ قال وهي on land وهي على الأرض. Amphibians inhale oxygen gas from air through their lungs. يبقى تاني have breathe in through lungs. إزاي الأمفيبيانس بتتنفس من الـ two lungs؟ أو إمتى بتتنفس من الـ two lungs؟ قال on land على الأرض. Amphibians inhale oxygen gas from air through their lungs تقدر تاخد الأكسجين من الأير من الهواء طب قال كمان breathe in through skin breathe in through skin ايه ده يا ميس هي بتتنفس من جلدها امتى الكلام ده بيحصل قال لك the bodies of amphibians are covered with skin جسم الامفيبيانس متغطي بجلد that allows water and gases to pass through so they can absorb oxygen directly from water يعني ايه يعني بيقول لك ان جسم الامفيبيانس دي متغطي بالجلد والجلد ده مش اي جلد ولا حاجه لا ده بيبقى في بوز في ثقوب الثقوب دي بتسمح للووتر والجازس ان تعدي من خلالها so they can absorb oxygen directly from ووتر وبالتالي تقدر تمتص كل كمية الأكسجين اللي جاية عشان تعرف تتنفس يبقى دلوقتي تاني الأمفيبيانس سبيشال مختلفة خالص عندها اللونجز وعندها السكن تقدر تتنفس on لاند وتقدر تتنفس كمان in ان ووتر On land بتستخدم اللانكس الرئه ان ووتر تقدر تستخدم السكين عشان تاخد الاكسجين بشكل دايركت مباشر من الووتر يبقى الانفيبيانس سبيشال احنا عندنا الهيومن لما اخدنا الريسبيراتري سيستم عرفنا ان هو عنده تو لانكس بيقدر يتنفس بيهم الاكسجين من الاير من الهواء صح ولا لا؟ لكن لما اخدنا الفيش السمكه اللي هو السيشن اللي فاتت عرفنا ان الفيش عندها حاجه اسمها جيلز والجيلز دي هي اللي بتساعدها تاخد الاكسجين من الووتر لكن بقى عندي هنا الامفيبيانس اللي كان اكزامبل عليها الفروجز والتودز والسلامندرز. الحاجات دي كده كلها اللي نقول عليهم امفيبيانس دول بيقدروا يعيشوا على الارض وبيعيشوا في الميه فهم بقى سبيشال خالص مختلفين جدا لا دول ايه بيعيشوا في على الارض وبيعيشوا في الميه فلازم يكونوا ديفرنت مختلفين عن الهيومن وعن الفيش الهيومن مهما كان بيعيش على الارض بس لو بيعمل دايفنج بيغطس فهي دي الوقت الصغير مش بيعيش في الميه وبالنسبه للفيش فالسمكه على طول عايشه في الميه لكن انا بكلمك دلوقتي على الامفيبيانس وبقول لك ان دي بتعيش على الارض وفي الميه يعني الاقامه بتاعتها عادي ممكن في الارض وممكن على الارض وممكن في الميه فلازم يكون عندها ستراكشر ادابتيشن لازم يكون عندها ستراكشر ادابتيشن بيساعدها انها تقدر تتكيف وتقدر تعيش على الارض وتقدر تعيش في الميه طب ازاي الكلام ده بيحصل؟ قال لك ان هي بيكون عندها اللانجز بيساعدوها ان هي تقدر تتنفس في الهواء وهي موجوده وعايشه على الارض وعندها السكن الجلد وده برده بيساعدها ان هي تقدر تمتص الاكسجين من الميه وده بيساعدها ان هي تمتص الاكسجين بشكل دايركت مباشر من الميه وبالتالي كده تقدر تعيش على الارض وتعيش في الميه. تمام طيب تعال بقى نشوف ازاي الساينتست حاولوا يحافظوا على حياه الامفيبيانس علشان يفضلوا عايشين معانا لحد دلوقتي يقول لك عندي الساينتست او بالتحديد كده البايولوجيست اللي هم علماء البيولوجي اللي بيهتموا بدراسه الكائنات الحيه are working to save many types of amphibians from extinction by studying يعني بيقول العلماء البيولوجيين بيقدروا ان هما يشتغلوا ويحافظوا على الانواع الامفيبيانس من الانقراض ازاي عن طريق ان هما بيدرسوا هاو امفيبيانس بريز ان اير اند ووتر ازاي الامفيبيانس بتقدر تتنفس في الهواء وتقدر تتنفس في المياه ويبداوا يحاولوا يحافظوا لها على المكان اللي هي عايشه فيه ده يبقى بعيد عن اي بوليوشن اي تلوث وبالتالي تقدر تعيش حياه صحيه وما تموتش كمان بيقول لك factors cause air and water pollutions that affect the life of amphibians كمان بيدرسوا ايه العوامل وايه المؤثرات اللي ممكن تسبب air and water pollutions يعني بتسبب تلوث الهواء او تلوث الميه ويبداوا بقى يحاولوا يتجنبوا الحاجات دي ويمنعوا الناس ان هم يعملوا الحاجات دي عشان يحافظوا على الامفيبيانس ويخلوهم ما يحصل extinction اكستنكشن ينقرضوا ويموتوا وكمان بيقول لك وات ميك ذيس انيمالز ستيك ان ذير يعني كده بمعنى صح كمان بيدرسوا ويعرفوا ايه اللي ممكن يخلي الامفيبيانز دول يمرضوا ويحصل لهم اصابه بالامراض في البيئه بتاعتهم بيدرسوا كل حاجه تتعلق بالامفيبيانز واي حاجه ممكن تاثر عليهم عشان يشوفوا ازاي ممكن يحموهم ازاي بروتكت الامفيبيانز دي ازاي يحاولوا يحافظوا على حياتهم ويوفروا لهم بيئة صحية هالسي تقدر تخليهم يقدروا يعيشوا ببيئة ايه يعيشوا بطريقة صحية وما يموتوش من البليوشن التلوث اللي ممكن يتعرضوا تمام يقول لك كمان هاو هاو دو بيبل هيلب ان بروتكشن اوف امفيبيانز فروم اكستنكشن يقولك كمان هاو دو بيبل هيلب ان بروتكشن اوف amphibians فروم اكستنكشن يعني ازاي البشر ازاي البني ادمين بيقدروا ان هم يساعدوا في الحفاظ وحمايه الامفيبيانز من الاكستنكشن من الانقراض قالك عن طريق كلين اير اند ووتر امبورتنت فور amphibians. سو ذا بيبل شود يعني بيقولك ان حاجه مهمه جدا للامفيبيانز عايز تعمل واجب وتواجب مع الامفيبيانز خلاص يبقى انت وفر له ها كلين اير اند ووتر وفر له هوا نظيف وميه نقيه نظيفه من غير اي pollution من غير اي تلوث تمام علشان كده الانسان شد لازم يعمل ايه؟ افويد ثروينج ويست ماتيريال ان ووتر يعني يتجنب القاء الكمامه في الميه يبطل رمي الكمامه في الميه لما بطلت تعمل كده خلاص كده الامفيبيانس هتلاقي ووتر نظيفه فبالتالي هي تقدر تعيش حياه صحيه ومش هيحصل لها اكستنكشن مش هيحصل لها انقراض كمان بيقولك dispose of chemicals in a correct way helps to avoid water pollution يعني ان انا ابدأ اتخلص من الكيميكالز من المواد الكيميائيه بطريقه صحيحه وابعد ان انا ارمي المواد الكيميائيه دي في الميه فبالتالي مش هيحصل اي بوليوشن في الووتر والامفيبيانز هتعيش حياه سليمه ونظيفه وحياه صحيه فبالتالي هتقدر تعيش وتكمل في الحياه بتاعتها وما ان هي تموت بكميات كتير ويحصل لها اكستنكشن انكود أنا عايزاك كمان تبقى حاطط حاجة في بالك إن الأمفيبيانس لما بييجوا يبيضوا البيت بتاعهم الصغير اللي هم الأطفال الصغيرين بتاعتهم بيكون الكلام ده في الووتر فعشان كده احنا عمالين نركز يا جماعة عايزين يكون في كلين ووتر المية تكون نظيفة عشان الإنفيبيانس لما تيجي تبيض والبيت بتاعها الصغير يكون موجود في المية ما يبقاش موجود البيض وسط التلوث وسط البليوشن وسط الكيميكالز المواد الكيميائية وسط الويست الفضلات اللي احنا راميينها في المية فاحنا لازم نحاول نوفر للانفيبيانس كلين ووتر اند اير عشان يقدروا يعيشوا حياه صحيه وما يموتوش ويحصل لهم اكستنكشن انقراض في النهايه تمام بيقول لك كمان نوتس مهمه جدا يقول لك 90 species of amphibians have become extinct in the last 20 years in addition to 124 other endangered species يعني بيقول لك حوالي 90 نوع من انواع الامفيبيانس حصل لهم انقراض في اواخر ال 20 سنه كده وحوالي كمان 124 نوع مهدد بالانقراض يعني ايه يا ميس مهدد بالانقراض ال endangered species مهدد بالانقراض معناها ان خلاص عددهم بدأ يقل جامد جدا لدرجة ان عددهم بقى قليل قوي 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 وممكن العدد ده يخلص بسرعة ويموت صح ولا لا ويبقى ساعتها فعلا حصل الانقراض بالفعل خلي بالك معنى كلمه extinction الانقراض يعني الكائنات دي بقت مش موجوده للابد خلاص يعني ما بقاش فيه ولا حتى فرد واحد بس من الكائنات دي لكن معنى كلمة endangered species يعني أنواع مهددة بالانقراض يعني أنواع مهددة بالانقراض يعني حصل إن هو عدد منها مات كتير قوي وبقى مثلا مفيش reproduction مفيش, مفيش, مفيش تكاثر مفيش أطفال بتيجي فبالتالي هي العدد المحدود اللي موجود ده لو مات خلاص كده كل سنة وانت طيب مفيش الأنواع دي تاني من الامفيبيانس واخد بالك يبقى كلمة إيه إيه اندينجرد يعني مهدد بالانقراض يعني هو خلاص هيحصل الانقراض في فترات قريبة جدا ازاي هيحصل الانقراض ده يعني انواع معينة من الانفيبيالس دي موجودين بكميات عدد صغير قوي وخلاص كمان كم سنة ممكن يموتوا وخلاص كده يبقى ما فيش من انواع دي تاني فيحصل لها الانقراض يبقى الاكستنكشن إيه حاجة حصلها انقراض خلاص وبقى مش متبقي منها غير صورها والفيديوهات بتاعتها القديمة لكن الاندينجرد يعني هو لسه باقي منها عدد بس عدد قليل جدا وده بي يعني ايه مستقبليا خلاص كده دول هيموتوا وخلاص مش هيبقى فيه النوع ده تاني من الانفيب خلاص تمام كده طيب بكده نكون خلصنا لسن النهارده يا رب يكون سهل وبسيط بالنسبه لكم لو عندكم اي سؤال ابعتوا لي على الواتساب او اكتبوا في الكومنتس وانا معاكم في اي وقت وفي اي سؤال واشوفكم على خير الفيديو الجاي وباي باي, باي.